والله احنا بس الاول نقول له الحمد لله على السلامه، وان شاء الله نشوف الماتشات الجايه مع استون فيلا ويرجع لنا بالقوه اللي كان عليها ويزيد كمان ان شاء الله. وان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله ربنا يكرمه واتنين اللي فرقه اقوى ان شاء الله. يعني مفيش اي خلاف عليك، لاعب قوي يعني، لاعب قوي مهاري جدا يعني. انا بحبه اصلا شخصيته، لعيب في الملعب حريف، وزعلت عليه قوي لما الاصابه جات له وعطلته شويه. اتمنى لما يرجع بمستوى احسن ان شاء الله ويلعب وياخد فرصته. هو مستقبله جامد جدا، بس هو يعني ما عندوش حظ كافي ان هو بسبب الاصابات والكلام ده. هو لعيب موهوب جدا يعني، بس هو موضوع اللي حصل له ده، الرباط الصليبي ده يعني هي جت معاه كده يعني، نصيبه. مستقبله في استون فيلا كويس، بس لو راح فريق اعلى هيكون احسن من كده كمان. تنقلاته وحركاته وفكره السريع، وعنده درايه عاليه بالفينشنج يعني بصراحه لعيب مهاري جميل، انا بحبه، انا زملكاوي بس بحب تريزيجيه جدا على فكره. تريزيجيه بيتميز بالسرعه والمهاره العاليه والمراوغات واحد على واحد. تريزيجيه يعتبر احسن جناح شمال جه منتخب مصر. تحركته حلوه في الملعب، عنده رؤيه. لا كويس، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. يعني انا كزملكاوي انا شايفه محترم، في لعيبه كتير ممكن تطلع بتغلط في الزمالك تغلط، لكن ده لعيب محترم بيتكلم باحترام، وغير كده ان هو محترف يعني، عنده خلفيه بتاعت الاحتراف، دايما حاطط نفسه في البوزيشن الصح، وما شاء الله عليه يعني. النهارده احنا شايفينه في الدوري الانجليزي، وربنا يرجعه من الاصابه باذن الله بالسلامه باذن الله.